وقال بيان صادر عن البيت الأبيض الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر بخيبة أمل، ووصف القرار بقصير النظر، وأضاف البيان أن إدارة بايدن ستتشاور مع الكونغرس حول أدوات وآليات إضافية لتقليص تحكم أوبك في أسعار الطاقة. وصول الوفود المشاركة إلى مقر أوبك في فيينا للمرة الأولى بعد عامين من الاجتماعات عبر الإنترنت. يكاد المشهد يشكل حدثاً في ذاته، لكن الحدث الفعلي جاء في نهاية الاجتماع بالإعلان عن خفض الإنتاج. رسمياً سيخفض الإنتاج بمليوني برميل يومياً، أما على أرض الواقع فيتوقع أن يكون التخفيض أقرب إلى المليون منه إلى المليونين، نظراً لتأخر المجموعة في تحديث أرقامها المتعلقة بحصص الدول الأعضاء. بغض النظر عن حجم الخفض، فإن القرار يعكس قناعة لدى المجموعة بأن سعر النفط الذي تراجع مؤخراً لا يعكس أساسيات السوق، وربما كان متجهاً إلى مزيد من الانخفاض لولا تدخل المجموعة بهذا الشكل. اليوم أوبك طبعاً هو قرار تاريخي، وأوبك حبت ترسل إشارة للسوق. هنالك يعني انفصال جالس نشهد بين السوق الفيزيائي والسوق الحقيقي والسوق اللي هي الأسواق المالية. هنالك في نقص في الأسواق، بينما هنالك في انخفاض حاد في أسعار النفط، اللي هو طبعا يكون مصحوب في القلق طبعا مسألة الركود الاقتصادي وضعف الطلب في خلال الستة أشهر إلى العام المقبل. فأعتقد أن أوبك حبت ترسل إشارة للسوق، إحنا هنا موجودين وإحنا نقدر نتخذ أي قرار أو نتخذ أي أكشن، إنه بحيث إنه يعيد إلى السوق توازنه زي ما شفنا في العام 2020. إضافة إلى خفض الإنتاج، قررت الوفود المجتمعة تمديد اتفاق التعاون حتى عام 2023، ما يعني عملياً استمرار التعاون الوثيق بين أعضائها وتحديداً السعودية وروسيا. جاء رد الفعل سريعاً من واشنطن، إذ أعرب البيت الأبيض عن خيبته من قرار تقليص الإنتاج ووصفه بأنه قصير النظر. طبعاً يهم أي إدارة أمريكية اللي هو محافظة على أسعار الغاسولين أنها تكون لدى مستوى معقول لدى المستهلكين، لأنه أي رئيس لما يجي يفوز في الانتخابات هذا يكون عامل جداً مهم على أجندة الطاقة. فهم في الأخير في الحالية متوسط أسعار الغاسولين في الولايات المتحدة نوعاً ما مقبول. إذا عاد الارتفاع فأعتقد قد يكون هنالك في محاولة أكبر إلى قد يكون مطالبة إلى زيادة الإنتاج. قد يتوجه الولايات المتحدة إلى مثلا سحب كميات أكبر من المخزونات الاحتياطية الاستراتيجية. جاء هذا بعد أنباء عن أن واشنطن حاولت جاهدة أن تثني المجموعة عن اتخاذ هذا القرار في الأيام القليلة السابقة. رامي الحيم.